بسبب نظرة المجتمع لطلاب التعليم الصناعي وكده، بس أنا يعني ممكن أكون ما اهتميتش للنقطة دي، إن أنا كنت ببقى حابب إن أنا أشتغل بإيدي، وحابب وأحس إن أنا لو اشتغلت في حاجة بإيدي أو دخلت في حاجة صناعية أكون أحسن من إن أنا أخش حاجة عملية. فيعني كملت في مشروع ما وراء الكود ودخلت فيه سنة في الثانية، تاني سنة دي كان فيه في المدرسة كانوا عاملين مسابقة ابتكار. يا ابني في راح تمتحن ولا المهم يعني قدمت في المسابقة دي وبالفعل عملت الابتكار ده اللي هو كان ثلاجة وتكييف وكولدير في واحدة واحدة، وده وقتها ما كانش موجود، وده بعد فضل ربنا وفضل الشركة اللي أنا كنت بتدرب فيها يعني الحمد لله. خلصت وبدأت إن أنا حاولت أكمل التعليم برضه ودخلت معهد فن صناعي، ومن الناحية التانية برضه كملت في الشغل. وبعد سنتين من وأنا اتخرجت ممكن في 2017 كده فتحت مكتب صغير بتاع تكييف، صيانة تكييف في الشيخ زايد، ودينا هو بقى نحاول نبدأ ونحاول نعتمد على نفسنا الحمد لله.